مالك جهاي اليوم المساء؟ مو شهلتي بالمسلسل؟ خدي لك يوم بريك. حلوة بتكون حفلة عيد الميلاد. رح أعمل هدايا صغيرة وحطهم تحت الشجرة. مري لك ساعة زمان بس منتسلى. طول الوقت بدي أحس بالذنب إني عم ضوع وقت وما عم بشتغل فما رح انبسط. والمشكلة هي إنه بعرف حالي حتى بالبيت ما رح أشتغل، حضل رايحة جاية على التلفزيون، بس الظاهر ما عندك كثير زباين حتى عم تلحي. لا ما حذرتي، في زباين. كيف شو كل شيء عندك مصلحة؟ هو مزبوط، كل شيء صاير مصلحة. ما تردي الإنتاج بدهم الحلقة وما في حلقة. ردي عليهم وقولي لهم ما خلصت. إيش ما بيعرفوا يعني إني ما خلصت؟ ولا هي هيك بس القصة زن زن زن، كأني حاطة الحلقة وعم بتصبب عليها. مالكك قاعدة عم بتضيعي وقت، خلصي من الحلقتين وارتاحي. طيب حطي صامة. شايفة؟ مشان الله، مو ناقصني زن من غير شي حاسة حالي رح اختنق. بعدين يعني شو؟ الحلقة رح تخلص رح تخلص، ونهايته وماني حاسة بالذنب لأني لا عم برقص ولا عم بنبسط وتارك الشغل. حتى تي ما عم بحسن يشوفه مشان هالكم حلقة. آخر مرة شفته طلب إيدي. لا تقولي لي بدك تتجوزي مرة تانية. يبدو هيك كأنه تعرفي ما في فكة. وقت اللي بتحبي عن جد بتصيري بدك تتزوجي وترتبطي وتلتزمي. ما في شيء اسمه علاقة مفتوحة، كله علاك مو؟ يعني بس انت بتعرفي التراجيديا تبع الزواج وبتعرفي شلون ممكن تتحول العلاقة لشيء كابت على نفسك. لك لسه عندك أوهام تبع الحياة الزوجية السعيدة؟ ما عندي أوهام وبعرفها، بس حابة أكون بطلة تراجيدية منيحة. ما بدك تقولي لي شو عم بيصير بينك وبين لينا؟ هلا للصراحة عندي أوهام، حتى عم فكر أجيب ولد تاني. ولي؟ لسه من فترة قايلتي لي وبيرجع فيك الزمن ما بتجيبي ولد. عيلة كتير شغلات بحياتي ونصهم ما بعنيه، شو يعني؟